محطتنا الأخيرة لليوم رح نكون فيها بعالم الفلك والجديد بالظواهر الفلكية، وفرح عم نحكي والشوبات يلي جايين اللي خبرنا فيها ضيفنا اليوم انه نحن هلا لسه ما دخلنا رسميا بفصل الصيف. رح نحكي عن كل هي الامور وضيفنا الدائم بيسعدنا نرحب فيه الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك يا دكتور. صباح الورد نايمين فرح، يسعد صباحكم. صباح الخير. يا رب بتعدل الشو، ما بنقول صباح الشو. ليش دكتور هي البشاره الصباحيه اللي اعطيتنا اياها قبل شوي انه احنا لسه ما دخلنا بالصيف، درجات الحراره رح تزيد بشكل كثير كبير. تمام، يعني احنا فعليا ما دخلنا بالصيف، يعني هي كثير معلومه مهمه جدا انه احنا الصيف يبدا في سوريا ب 21 حزيران، 21 ل 23 حزيران. انا حسيته بدا امبارح، هيك حسيته من كم يوم لحتى بدا الصيف. تماما، اما فعليا هو نحن شعرنا بحراره اب بأيار. تمام. فنحن لساعتنا خلينا نقول بالربيع عم نشعر بالصيف. تمام. فعليا سوريا لم تدخل حتى الآن فصل الصيف، لن ندخل فصل الصيف إلا حتى 21 حزيران، ما بين 21 و23 حزيران هذا العام. عندها ممكن نقول بقى إنه والله الصيف حار ولا الصيف مو حار. لهلا نحن عم نحكي إنه الربيع حار، يعني لاحظوا نيرمين فرح نحن عم نحكي على الربيع. إذن يلي صار هلا الربيع ازداد الحرارة. هي الاضطرابات يلي عم بنشوفها اليوم، إن كان درجات حرارة كتير عالية، إن كان درجات الحرارة المتدنية بالليل اللي مرقت على فترات كتير طويلة، هي الاضطرابات ليش دكتور؟ في إلها سبب من ظواهر فلكية معينة، من تعاملنا الرائع مع البيئة، شو هو السبب دكتور؟ مثل ما تفضلتي، وبخليني نضيف على كلامك فرح ما حدث بالبرازيل من يومين. أمطار غزيرة جدا، ضحايا بالمئات. نعم. حبات نحن نسميها حب عبد العزيز، حب البرد. نعم. كان بأحجام كبيرة غير مسبوقة. كله هذا هو مثل ما تفضلتي الاضطراب المناخي، تلاعب الإنسان بالتوازن البيئي. نعم. البيئة متوازنة، اليوم في نشاط شمسي ما حدا بيقدر ينكره، لكن حتى اللحظة لم يثبت أن النشاط الشمسي يؤثر بشكل أو بآخر على الحرارة على الأرض، وبالتالي هذا النشاط الشمسي يؤثر على الحقل المغناطيسي للأرض، يؤثر على الأقمار الصناعية، التوابع الصناعية، يؤثر على حياة رواد الفضاء، لكن لا يؤثر بشكل كبير جدا على المناخ على الأرض. أما ما يؤثر فهو الاحتباس الحراري الذي وصل اليوم إلى أعلى مستوياته، يعني اليوم صرنا عم نحكي ب 1.8 درجة عن المتوسط. نعم. إذا وصلنا للدرجتين يرمين فرح نحن أمام خطر كبير. الجليد في القطبين يبدا بالذوبان عند الدرجتين فوق المعدل، فنحن ما عم نحكي عن شيء خيالي، عم نلمسه. هي الحراره نرمين فرح اللي عم تصير هي ما لها حراره طبيعيه وغير منطقيه، وما هي حاله طارئه وراح تمشي، لا هي حاله مستمره، طالما ان زياده غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يضخ الى الغلاف الجوي مستمر. طيب شو الحل؟ حل امام حلين، نحن امام طريقين للحل، اما مثل ما عم يحدث الان ان نتجاهل هذه المشكله، الدول اللي عم تضخ ما زالت عم تضخ، وبهالحاله الطبيعه نفسها هي رح ترد وتصلح حالها، لانه ما بيصير هون مشكله كثير كبيره. تماما، هون نحن بنفوت بمشكله اكبر. ما بنعرف الطبيعه كيف بترد، ما بنعرف اطلاقا، هل يا ترى باعاصير قويه، بعواصف، بامطار، بارتفاع منسوب المياه، ما بنعرف. اول حل الثاني انه نبدا بضبط نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون بالجو. نعم يعني انا ما بدي ادعو للتشاؤم، لكن في عندنا نقطه تفاؤل ان الطبيعه لن تسكت، يعني طالما الانسان لساته ما بده يحل وما بده يعمل اي رد فعل، الطبيعه لحالها رح تعمل رد فعل، لانه نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون صارت جدا عاليه، غاز الميثان اللي هو يعتبر ايضا من الغازات الدفيئه ايضا صارت نسبته عاليه، فمتوقع انه تكون للطبيعه رد. هذا الرد راح يظهر تأثيره على الدول المطلة على المحيطات. نعم. يعني احنا بمعزل عن تأثيره، بعيدين عن المحيطات، لكن مثلا مثل اعصار كاترينا اذا بتتذكروه راح يكون مجرد بروفا او شيء بسيط امام الاعاصير المتوقع انه تضرب السواحل هذا العام، وانا عم احكي بارقام، يعني عم احكي عن هذا العام، انه هناك عواصف قد تهدد الدول المطلة على المحيطات بقوة كبيرة جدا. نعم. والبرازيل كان اول غيث، يعني هالعواصف صارت بالبرازيل، هالامطار الغزيره، ونتذكر انه البرازيل بنصف الكره الجنوبي وعندهم هلا فصل الشتاء، فاتى فصل الشتاء عليهم قاسي جدا. نعم. وهذا اللي بيخلينا نتوقع انه الصيف حيكون ثقيل شوي. نعم.
يعني أي حدا مراقب لظواهر الطبيعة بكل البلدان عم يحس أنه في حالة غير طبيعية، سواء من العواصف الرملية، من الاختلاف بدرجات الحرارة، من كتير تفاصيل. يمكن الحل عندنا نحن خلينا هيك عن نطاق بلدنا، قد ما فينا نزيد من الغطاء النباتي. حلو. قديش عن جد هذا الشيء مانو نظري، قديش عن جد بيلعب دور بتلطيف الأجواء؟ نرمين رح ضيف كلمة على كلامك. تخيلوا نرمين فرح، دولتنا دائما تستورد العواصف الغبارية، يعني لا تنشأ العواصف الغبارية اللي شفناها بدير الزور والحسكة والمنطقة الشمالية والشرقية وبدمشق. بكل تاريخ سوريا، بكل تاريخ سوريا المكتوب بالأرصاد الجوية، لا تنشأ عاصفة ترابية في سوريا. هذا العام لأول مرة بتاريخ سوريا تنشأ العاصفة من البادية السورية وتصدر إلى العراق. فهذا دليل أنه في ضغط كان حراري عالي جدا على منطقتنا. هذا الشيء اللي عم نلمسه هلا، بقايا الضغط. إذا مثل ما تفضلتي، يجب أن يكون هناك خطوات. الغطاء النباتي كثير عامل مهم. أولا يمنع من التوتر السطحي لتشكل العواصف الغبارية، يساعد على تلطيف الجو. الشجرة نيرمين فرح ما تخيل قديش قيمتها كبيرة، بتلطف الجو، هي مثل المكيف، هي ملطف للجو بالنهاية، تطلق غاز تسحب غاز ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين، فإذا هي مفيدة لصحتنا. للأسف صار في حرائق كتير كبيرة، خسرنا كمية. هي من آثار مثل ما تفضلتي، آسف قطعتك، هي من آثار أيضا الاحتباس الحراري. نعم. فإذا التعويض السريع بكل ما يحدث. نعم. ده يكون في فعل ومباشرة بعد منه رد فعل، لأنه فعلا اليوم للأسف نرمين فرح من خلال احتكاكنا مع الدول ومع الجهات العلمية خارج سوريا، عم نلاحظ أنه اليوم معظم الدول عم تتجه لحل إفرادي. يعني موضوع معاهدة باريس للمناخ، موضوع الاتفاقيات الدولية بما يخص المناخ أو بما يخص علوم الفضاء والفلك أو بما يخص أي شيء من أي مجال مجالات العلم، عم تكون كل دولة اللهم نفسي. نعم. ما عاد صار هذا التعاون. أنا كيف بقدر حسن الجو عندي بمعزل عن دول الجوار؟ حتى بأوروبا هذا الشيء عم يصير، كل دولة من دول أوروبا أصبحت تفكر بحل بإطاره دون الاهتمام بما يحدث في الجوار. وهذا الشيء بيني وبينكم لازم نفكر فيه عنا كمان، أنه الحل بإطارنا، لأنه لا يمكن الآن أن نعالج أخطاء دول ما عم تعالج أخطاء بنفسها، وبالتالي علينا أن نحمي نفسنا. خلينا نحكي دكتور عن المدى القريب، يلي مثل ما قلنا يمكن لو بطريقة شوي فكاهية أنه نحن لسه ما فتنا بالصيف والاستاذنا بفصل الربيع، فهذا الشيء ما بيبشر بالخير أبدا. كيف حتكون درجات الحرارة بالصيف؟ كيف رح تكون بالليل؟ مثل ما بنسأل دائما، هل يكون في جو لطيف أو لا رح نشهد كمان ارتفاع بدرجات الحرارة؟ تمام. هلا هي نقطة كثير مهمة. يعني نحن الآن الأرض بمدارها حول الشمس، حتى الآن لم تتقاطع الأرض مع نقطة الانقلاب الصيفي، وبالتالي نحن في فصل الربيع. فصل الربيع عادة لا تتجاوز الحرارة فيه وسطيا 30s، يعني ما سبق وتجاوزت متوسط درجة الحرارة عن 30s، لكن هذا العام لا، قطعنا ال30s. يعني مروا يومين كانوا فعلا حرارة عالية جدا، يعني غير مسبوقة. مو بس حرارة عالية، يعني نحن شعرنا بالشوب، شعرنا بحالة آب وتموز من الرطوبة، انخفاض الرطوبة، العرى، التعرق، الجو خلينا نسميه قاسي، حرارته قاسية. هذا الجو ما بيجي عادة بالربيع، إجا. هذا يعني أنه مثل ما نحن حكينا فيما مضى، أنه نحن فعلا هذا الشيء ما صار هو تنبؤات، هو صار دراسات تشير أنه نحن فعلا متجهين لصيف قاسي مع بعض المفاجآت قد تحدث في الصيف. متل. ليش؟ كثير حلو. ليش؟ نحن دائما فرح لما يكون عندنا الصيف قاسي ويكون عندنا اضطرابات مناخية تحدث حالات عدم توازن. فبالتالي ممكن نحن نشهد أمطار بأوقات مفاجئة وغزيرة. يعني ممكن نحن ندخل بآب ونتفاجأ بيوم أو يومين أمطار غزيرة. طيب هذا شو سببها؟ سببها الحرارة العالية. الحرارة العالية رح تبخر كميات كبيرة من مياه البحر. مياه البحر بدها تتحرك. طالما حركة الرياح عنا أساساً بالصيف بطيئة ضعيفة رح تتكاثف عنا. نعم. رح تنزل أمطار مثل ما بيصير بنسميها نحن أمطار موسمية، رح تعكس كل الآليات. يعني هذا الشيء يعني بدأنا نشهد هاي التغيرات. نحن شلون نعرف عن مناخنا بشكل أكبر؟ من دراسة المناخ بالدول يلي نحن وياها على تماس مناخي. فعم نلاحظ هذا الشيء. نعم. وبالتالي اليوم علوم الفضاء والفلك قدمت لنا حتى تجارب بالنظر لكوكب الزهرة، لكوكب المريخ. كوكب الزهرة يمتلك غاز ثاني أكسيد الكربون كبيرة. نعم. نسبة كبيرة جدا مثل طنجرة البخار، كمية هائلة. طيب
طالما نحن عم نزيد غاز ثاني اكسيد الكربون لننظر الى الزهره. مستقبل الارض اذا استمرت على ما هو عليه هو الزهره. طيب شو مستقبل الزهره؟ الزهره درجه الحراره عليه ليلا نهارا تتجاوز 400 درجه. يعني البيتزا تستغرق ثانيه واحده لتطهى على كوكب الزهره. حراره غير مسبوقه، كلها عباره عن بلازما كوكب الزهره، نار مشتعله وتسير، هذا كله بسبب الاحتباس الحراري. طبعا نحن ما حنوصل لكوكب الزهره كحراريا ولا رح نوصل للغلاف الجوي لكوكب الزهره، لكن نتعلم من كوكب الزهره ان اصبح في حمض الكبريت هائل، ان الامطار ازدادت حموضتها. بتعرفوا ميه النار حمض الكبريت يلي بيشوي، الامطار على كوكب الزهره من حمض الكبريت من ميه النار. ليش؟ لانه نسبه الحموضه عاليه جدا بسبب غاز ثاني اكسيد الكربون. نحن عندنا الامطار الماضيه عندما قاسوا الحموضه وجدوها انها ازدادت، صحيح زادت بنسبه ضئيله جدا التوره، لكن عم تزداد. طيب هذا كله ممكن يتحامل للمستقبل. نرمين فرح يعني بالدراسات اليوم عم يقولوا اذا استمر الوضع على ما هو عليه الحياه الانسانيه البشريه لن تستمر لبعد 2100. يعني حنشهد بعام 2050 تغيرات بخارطه كوكب الارض. عم نحكي على 30 سنه لقدام، 20 سنه لقدام، 25 28 يعني سنه. يعني نتمنى له عقبال 100 سنه يمكن ما يلحق. لا 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 تماما، فعلا هذا كلام علمي ودراسات منشوره. مشان هيك الامم المتحده اعلنت حاله الطوارئ. لما الامم المتحده تعلن حاله طوارئ لموضوع ما هو موضوع بسيط طبعا. اعلنت حاله طوارئ على الموضوع المناخي، ومشان هيك الدول اليوم تتسابق لتلاقي حلول، لكن للاسف هذه الحلول فرديه، وهون المشكله. لهلا نرمين فرح ما عم نفكر بمنطق الجماعي، نحن نعيش على كوكب واحد. يعني اذا حلينا القصه بهونغ كونغ ما بكين ما رح نحل بمكان ثاني، نحن كلنا كتله واحده. ما يحدث الان من احتباس حراري عندنا رح ينتقل الى كل العالم، وبالتالي علينا ان نفكر ككوكب واحد. نعم. كارض واحده، نحن عم نعيش على الارض بدنا نحمي هالارض. نعم اكيد دكتور، نحن بدنا يكون في هذا الوعي، لو كان حتى وعي فردي من قبل دولتنا من قبل هذا الوسط المحيط فينا، لحتى نتلافى يمكن كل هاي الاثار السلبيه اللي نحن عم نحكي عنها. فيا رب تكون الايام الجايه يعني ايام خير كلياتها، ما يكون في اي مشاكل، ونخفف عبء الصيف قدر الامكان ان شاء الله. كل الشكر لك دكتور، بتمنى لك بقيت نهار حلو، والشمس شوي تخفف حرارتها اكيد بتحسن عنا. يسعد صباحكم. شكرا كثير لك دكتور. شكرا.